في اي حاجه على عادي في اي حاجه انا بقول مقدمه هنا. ازيكم يا جدعان عاملين ايه؟ النهارده رجعت لكم بفيديو جديد. وقبل ما نقول فكره الفيديو النهارده ما تنساش تنزل تدوس لايك، ولو انت مش عامل سبسكرايب تعمل سبسكرايب عشان عايزين نوصل. مش عارف احنا الفيديو ده ما ينزل بقى وصلنا كام، بس عايزين نوصل رقم كبير. فكره الفيديو النهارده ان انا بجدد الاستوديو، وكنت حابب اشارككم لحظه تجديد الاستوديو معايا والمجهود اللي اتعمل. فانا متابعين على الانستجرام عارف ان انا التليفون بتاعي فيه مشكله في المايك وبيخلي صوتي واطي او ساعات ما بيظهرش. طبعا انت عشان مش متابعين على الانستجرام ما تعرفش الموضوع ده، اتفضل دلوقتي روح تابعني على الانستجرام. تفايتك كتير جدا، بطلع كل يومين ثلاثه لايف وحاجات كتير يعني كلاكسات وبتاع جوابيكي. هو انتوا كلكم بتتحدوني انا جاي اصور ليه؟ الانسان ما بيقدرش اقول انسان في التصوير. فللاسف المقدمه طلعت عندي من غير صوت، وجزء كبير من الحاجات اللي انا صورتها وانا بشتري الحاجه من غير صوت. بعتذر لكم على هذا الخطا وعلى ان انا حرقت البورتريه واللون في اول الفيديو. ويا ريت تكملوا الفيديو للاخر علشان في حاجه مهمه جدا 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 في اخر الفيديو ناس كتير طلبتها مني. بعيداً عن الدوشة وكده كلها، نزلنا بس وحطينا دلوقتي الحاجات دي عشان ما نتبهدلش ونبدأ نفهم بقى. فقط ده مش اشتركوا
ما عايز اجيبها وقت تتعمل يعني. اللمبه دي ما اتغيرتش والبياض ده كله لسه هياخد وش تاني وحاجات كتير كده، فاحنا هناخد لفه جامده سريعه كده في الاوضه وبكره هقفل الاوضه واوريها لكم كلها تمام. صحيح مستر خليكم معايا هتنسوا السبسكرايب يعني كل ده شكل الأوضة وأضاءة الأوضة والحاجات دي كلها علشان تبقى فيديوهات بكواليتي عالية جدا. شوفكوا الفيديو ايه لا مش دي مش دي لسه في بكرة. نسمع احلى تحيه لللمبه الجديده خليها اضاءه الاوضه عنيفه جدا جنب لوس خلاص ده لسه طبعا ما خدش الوش الثاني واللي فوق الشطر شون القدير ما توحشني يا غالي سلام شوف شوفكش في الاوضه ثاني. فا دوس وايت يعني فبخلي باللايت بتاعك